كريم، عاد إلينا الأخ أبو كريم لإعلان تشيع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. إن شاء الله الآن الاتصال يكون أفضل، ويعني إذا تتكرم علينا وتذكر لنا قصة تشيعكم باختصار. قول الشيخ الحبيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأقول لك سيدي أنت منور أبصاري والبصر. استغفر الله. وأقول كل من يسمعني محروم محروم محروم، من لم يستمع لمحاضرة الشيخ الحبيب واستعملها. نعم أخي أبو كريم، جزاكم الله نعم خيرا. بودنا أن نستمع إلى قصة تشيعكم. ذكرتم قبل قليل أنكم والله يعني والله أول ما جئني إلى التشيع. نعم. في عهد الصيد أما نخدم ثم نور بالسيد كرم الله وجهه بطولة خدمت فيها لي وكريت حرب الزمن بدي يحكي حرب الزمن كيف تزن ناعم بعد زي ما يعمل زميل الكتيبة زينا بلاها نعرف علي بدون طلب عن البلاغة كان ليش احنا بدون عشان ما عاد قال لي عندي في طول اللي شدني شيء ترى الخطبة الشخصية يعني يقول علي كرم الله وجهه في القلب غصة وفي الحلق حرقة يحكي لك فضلك على ابي بكر وعمر قلت لي وجبت اسم قالت انوار ما اقنعوني في الحقيقه متجزا وين مره انفرق شيخ الحبيب يخطب شدني جيت تبع فيه وجدت معارضه للان الى الان معارضه كبيره من ابنائي من الفتاه المزوج أخي أبو كريم إذا تسمعني أخي أبو كريم مع الأسف الصوت غير واضح مع الأسف الشديد، ولكن إذا تريد أن تعلن أو يعني تردد الشهادات الإسلامية خلف الشيخ الحبيب لأن الظاهر الاتصال حتى لو عدناه من جديد ما راح يعني هي المشكلة الصوت يتقطع فقط. نعم. لذلك لا نفهم جيدا ما يتفضل به الأخ الكريم. يتكلم درر ما شاء الله. الله يبارك بكم. كنا شغوفين جدا بأن نستمع إليكم حتى تتموا كلامكم وقصتكم، ولكن المشكلة أن الصوت يتقطع كثيرا. الصوت عندنا مع الأسف يتقطع كثيرا أخانا الكريم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نستمع لقصتكم هذه وأن يوفق المسلمين لأن يستمعوا إليها كذلك حتى يهتدوا إن شاء الله. سيدي معك بوستين رأوني الساري والسيند ومعشور وقفوا ونتحزق كل سبحة منهاجم ونقنع ونجيب أدلة أدلة من أخذها من حضرتكم ما يتسيعوش لا بخصوص التطبير حكيت التطبير كرهه. أسأل الله أن يوفقهم إن شاء الله وأن يتشيعوا إن شاء الله كما تشيعت واهتديت. الله بك. على بركة الله تعالى. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إنه لا شبيه له ولا نظير. إنه لا شبيه له ولا جلاله. تسمعني أخي الكريم؟ نعم. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. سيد الخلق أجمعين. سيد الخلق أجمعين.
ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. ما شاء الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وجميع أعداء رسول الله في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. هنيئا لك أخانا الكريم، هنيئا لك ركوبك سفينة النجاة وتصحيح إسلامك، وأسأل الله تعالى يقر عينيك بصحبة محمد وآله عليهم السلام في الجنة. يعيش كله، والله الفضل كله يرجع لك. الفضل لله ورسوله صلى الله عليه وآله. أنت نورت بصيرتي. استغفر الله. نحن نبارك لك يا أخ كريم، يا أبا كريم، ونقول لك مبروك قبل عيد الفطر. أنت حقيقة عيدت بهذا العيد بدخولك الإسلام الحق. هنيئا لك وأيامك سعيدة. يا يكتب والله أنا توحد تمشي المكتب تلقاش كتب صغيرة بتاع صلاة الشيخ وهالأمور ومنظومة. بالله عندي سؤال مسيس سجولك. ألو. نعم. ألو. ما فهمت أبو كريم، عفوا ما فهمت عليك. ألو. بالإمكان أن تعيد. نحب لك سؤال في الصلاة. سؤال في الصلاة. نعم. في الشفع والوتر. الشفع والوتر بعد بعد العشاء. نعم. أي نعم. بس ممكن يقولوا إحنا نصلي ركعتين بعد صلاة العشاء. نعم. نعم. وبعد التشهد نقول أشهد أن الله وحده لا شريك له. وكل الدعاء التي نعملوها اللهم صلي وسلم على محمد وآل الطيب الطاهرين واللعب وعلى أعدائهم وقتلتهم المنتصر بحقي من الأولين إلى الآخرين إلى قيام يوم الدين. فركعتين نقولهم نعمل ثلاثة ركعتين ونسلم ونكمل ركعة أخرى بتكبيرة واحدة وعندما نعمل الدعاء هذا. نعم إن شاء الله الشيخ يجيبك إن شاء الله على هذا السؤال إن شاء الله تعالى.